كولر الحقيقة بيجتمع مع الجهاز المعاون وبيبحث كل النقط وكل يعني مش سايب الحقيقة كل تفصيلة صغيرة. كولر بيقعد مع الجهاز المعاون على هامش طبعا الاستعداد لمباراة الوداد إن شاء الله في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكولر زي ما بقول لحضراتكم دايما بيحط وبيحضر الأشياء من بدري جدا، بيحط كل الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق على المستوى النفسي، على المستوى الفني، على المستوى الخططي، وده مهم جدا. على المستوى البدني خلاص الأمور خلاص احنا قدامنا 48 ساعة، فهو عبارة عن تدريبات يتخللها بعض الحاجات الخططية أكتر شوية، يعني الجهد البدني خلاص احنا الحمد لله فرقتنا واصلة لمعدل بدني أكتر من رائع. في برنامج زي ما بقول لحضراتكم استعداد برنامج على مستوى التغذية، على مستوى كمان الاجتماعات ما بين الجهاز الفني واللعيبة، كل دوت من خلال كمان أندرياس أندويا، ده طبعا مخطط الأحمال اللي الحقيقة بيقوم بدور أكتر من رائع. ولاحظنا في الفترات الأخيرة الحمد لله تاتش وود يعني بدأت الإصابات تقل في النادي الأهلي مقارنة بالموسم اللي فات الحقيقة، ويعني الجهاز الطبي والجهاز المسؤول عن الحالة البدنية للعيبة بيقوموا بأدوار أكتر من رائع.